ليه بعد 3 أيام آية؟ ليه في اليوم الثالث؟ ليه في اليوم الثالث؟ فيه سببين، في سبب عقلاني وفي سبب روحي. السبب العقلاني تأكيد الموت، لأن هو لو قام على طول بعدها ممكن الناس تشك إنه ما ماتش، إنما تأكيد للموت قام في اليوم الثالث. وأيضا عشان كمان حراس القبر الأمميين كانوا في اليوم الثالث بيمشوا كده، الجسد يتحلل والريحة بتطلع، هيقعدوا يعملوا إيه؟ بيمشوا. فهم قبل ما يمشوا شافوا منظر الملائكة وعرفوا إنه قام، وجوم اليهود أنا حدوكوا فلوس ما تقولوش الكلام ده، عشان خاطر للأسف خايفين للناس تآمن خطة الشيطان. دايما الشيطان بينشر أفكاره بالكذب، ودايما كل أسف يعني دايما الله هو الطريق والحق والحياة، الله هو الحق، الشيطان عكس الله يبقى هو الكذب، هو الكذب. فعشان خاطر كده، عشان يكون حراس الأمميين الأمم شهود على القيامة، قالوا احنا شفنا منظر ملائكة قالوا ان هو ايه، عشان أنت بلا عذر أيها الإنسان. وحتى اليهود لما جم قالوا لهم خدوا فلدهم فلوس، وقالوا لهم قولوا أن تلاميذهم سرقوه ونحن نيام وإحنا هنستعطف في الملك ما يقلكوش حاجة، الكلام واضح الكذب فيه، لأن هم لو هم صحيين وده وظيفتكم، أنتوا قاعدين مخصوص عشان تحرسوا القبر، سبتهم ياخدوه ليه؟ سبتهم ياخدوه ليه؟ لو أنتوا قاعدين وظيفتكم. الأمر الثاني، لو أنتم نايمين، طب عرفتم منين تلاميذ سرقوه؟ لو أنتم نايمين عرفتم منين؟ فواضح إن هما كذبهم. فهنا كان سبب عقلاني لتأكيد الموت ويكون الحراس شهود على القيامة، إنما فيه سبب روحي ضروري إنه يقوم في اليوم الثالث. دائما اليوم الأول بيشير للإيمان، أي إنسان الإيمان، زي ما أنت طفل المعمودية فيه إيمان فيه معمودية. اليوم الثاني بتعيش هذا الإيمان، تعيش هذا الإيمان، تشترك مع المسيح في حمل الصليب. اليوم الثالث تفرح بالقيامة، إنما عاوز تفرح بالقيامة من غير ما يكون عندك إيمان وعندك أعمال ما تنفعش، ما تنفعش. عشان خاطر قالك في اليوم الثالث يقوم، لأن لازم إيمان وأعمال وتفرح بالقيامة. عشان خاطر كده هو قام في اليوم الثالث. ولاحظ إن كان فيه نبوات من العهد القديم، عشان خاطر برضه يبقى أنت بلا عذر أيها الإنسان. وده اللي حصل مع يونان النبي، الرب يسوع نفسه قال لهم كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك الرب يسوع يكون آية لهذا الجيل. يعني إيه؟ يعني مين كان يصدق أن يونان بعد ما يرموه في وسط البحر ويقعد 3 أيام في وسط البحر يجي تاني ولقوه حي ويروح يكرز لأهل نينوى ويخلوهم يتوبوا؟ مين كان يصدق إنسان اترمى في عمق البحر وقعد 3 أيام وبعد 3 أيام يلتقوا راح يكرز لأهل نينوى؟ فهنا كان يونان آية، كان آية، الله أعد حوت وخلى الحوت ما اقتدموش وحافظه من العصارات، وحتى ازاي كان بيتنفس مش عارفين، ربنا هو اللي حافظه لغاية ما جه الحوت قذفه على البر. كان ممكن يقذفه وسط البحر ويغرق برضه، لا، يقذفه على البر على الشط ويطلع يبشر أهل نينوى. فكان يونان آية لأهل نينوى، والرب يسوع له المجد كان آية. يعني مين هيصدق واحد قاعد في القبر 3 أيام ويقوم بسلطان لاهوته؟ لازم نلاحظ النقطة دي هكلم فيها بعدين، ويظهر لتلاميذه ويظهر لناس كتيرة. طبعا بعد القيامة ظهر 11 مرة بعد القيامة، 11 رجل ليه بعد القيامة، وقعد طول 40 يوم وبيعلم تلاميذه وبيثبتهم لغاية ما أرسل الروح القدس يمكث معهم الأبد ومؤسس مملكة السماوات على الأرض.